بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم المحاضرة الثانية فيما يتعلق بتصميم الشورت كولومز. المحاضرة الماضية كانت عبارة عن مقدمة لها مجموعة من المفاهيم، مجموعة من التيرمز. تكلمنا عن الانتراكشن دايجرام بطريقة المبسطة، الانتراكشن دايجرام المستخدم في تصميم الأعمدة، وإيش هي السيجنيفيكانت بوينتس اللي موجود عليه. إن شاء الله في محاضرة اليوم حنشوف كيف إحنا لازم نقدر نرسم interaction diagram لعمود. وطبعا interaction diagram له كثير معاني مهمة جدا بتهم المصمم الإنشائي، حتى إنه في المشاريع بتم طلبه في النوت الحسابية. موضح عليه load combinations للأعمدة حتى يتأكد المدقق إنه تصميم العمود اللي عندك سليم. طبعا الانتراكشن دايجرامز يحتوي على كثير من الخصائص اللي انت من خلالها ممكن تتأكد سلامة التصميم، سلامة الديتيلز لحد التسليح للعمود اللي انت بتصممه. وحنتكلم عنها ان شاء الله ستيب باي ستيب. اول شيء حندرس طبعا عندنا الجنرال كيس. انت في حال عندك عمود، هذا العمود موجود فيه اكثر من لاير تسليح. طبعا حنتكلم عن حاليا عن آلية رسم الـ Interaction Diagrams، وهي عبارة عن Iterations. كل Iteration انت بتقدر تحسب منها نقطة واحدة، بعد هيك بتوصل ما بين النقاط لتحصل على الـ Interaction Diagram. طبعا كل Layer من Layer Layers لحديد التسليح الموضح عندنا لها بعد من الـ Compression Fiber D1 اللي هي حديد التسليح اللي في الماكسيموم او في الاكستريم تنشن لاير. بعدك عندنا D2 للطبقة الثانية، D3 للطبقة، وهكذا وصولا الى الكومبريشن فايبر اللي هو الجزء الذي يتعرض الى او جزء من الخرسانة الذي يتعرض الى الكومبريشن. طبعا هذا فيما يتعلق في القطاع. فيما يتعلق في السترين، توزيع السترين بيعتمد على اللودز اللي يتعرض لها العمود. هل بيتعرض فقط لكومبريشن فبالتالي السترين يجب ان يكون يونيفورم، هل بيتعرض الى تنشن عفوا الى اكسيال لود ومومنت، ممكن يكون في هاي الحالة زيرو تنشن في حديد تسليح. ممكن اذا كان المومنت عالي الحديد تسليح يوصل الى يلد سترين، اذا كان المومنت اكثر واكثر حيوصل القطاع الى التنشن كنترول، وهكذا. وممكن حتى يكون بيور مومنت وممكن يكون بيور تنشن. طبعا احنا بنعرف هنا انه السترين علاقته خطية ما بين اللايرز لحديد التسليح. في عندنا معالم مهمة جدا في السترين، انه الماكسيموم كومبريشن فايبر حسب تعريف الكود الامريكي، السترين للماكسيموم كومبريشن فايبر هو 0.003. المتغير الرئيسي عندنا في اللايرز لحديد التسليح هو عبارة عن الاكستريم تنشن لاير. الاكستريم تنشن لاير هي اخر طبقة حديد تسليح في التنشن زون اللي هي الطبقة السفلية الموضحة في الشكل. طبعا هذه الطبقة ممكن تكون يلدد، ممكن تكون يعني يلدد بمعنى انه السترين اللي فيها 0.002 تقريبا، ممكن يكون في حالة الترانزيشن بمعنى انه السترين ما بين ال 0.002 الى 0.005، ممكن يكون في حالة التنشن كنترول. التنشن كنترول بمعنى انه الفيلير اللي موجود في العمود هو داكتايل. لما نحكي كومبريشن كنترول بمعنى انه الفيلير حيكون عن طريق الكراشنج لحديد التسليح ما قبل انهيار الحديد. لما نحكي عن الترانزيشن هي مرحلة انتقالية ما بين الكومبريشن فيلير وما بين التنشن فيلير. فالانتقال ما بين قيم السترينز هذه هي عبارة عن الايتريشنز اللي انا اقوم فيها على قطاع العمود اللي عندي. طيب لو انا فعليا فرضت سترين معين، لو فرض مثلا انه السترين اللي في حديد التسليح اللي في الاكستريم تنشن لاير صفر، حيكون عندي الشكل اشبه بمثلث. طيب المثلث معلوم الخواص، انه معلوم نقطة حديد التسليح الاولى السترين اللي في الاريا اوف ستيل واحد صفر حتكون، واللي في الكومبريشن بوينت 0.003. طيب بالنسبة طبعا للاوفر اول هايت معلوم، قيمة الدي معلومة، من تشابه المثلثات ممكن احصل قيمة السي. طيب بعد ما احصل قيمة السي
أنا من تشابه المثلثات ممكن أوجد السترين اللي موجود في كل طبقة من طبقات التسليح. طب إيش بيفيدني السترين؟ إذا ضربت السترين اللي حاصل في الحديد في المودلس وفي الأساسيتي بيعطيني الستريس اللي موجود في كل طبقة من طبقات التسليح. طيب وبرضه من قيمة السي ممكن أوجد أنا الدبس للكومبريشن بلوك اللي هو الكومبريشن بلوك اللي موجود في الكونكريت، ومنها بقدر أوجد السي سب سي. السي سب سي هي مساهمة الخرسانة في قوة العمود. طيب بمعنى إنه أنا بفترض في البداية سترين، بس أفترض سترين من تشابه المثلثات بوجد قيمة السي، بس أوجد قيمة السي بوجد السترين اللي موجود في كل طبقة من طبقات التسليح. بعد هيك بضرب قيم السترين في المودلس اوف الاستيسيتي لحديد التسليح بيعطيني قيم الستريس اللي موجودة في كل لاير. لو ضربت قيم الستريس اللي في كل لاير في الاريا اوف ستيل في كل لاير بيعطيني قيم الفورسز، يعني بالتالي انا وصلت بالنهاية الى قيم الفورسز اللي موجودة في كل لاير من هذه اللايرز لحديد التسليح. وطبعا هذا بالنسبة لمساهمة الحديد. بالنسبة لمساهمة الخرسانة، بما اني انا اوجدت السي لو ضربتها في البيتا بيعطيني الاي، طبعا 0.85 في الاف سي برايم في الاي في البي بيعطيني مساهمة الخرسانة. طيب زي ما احنا ملاحظين هون انه عندنا حديد التسليح كلياته بيدخل عندي ضمن نطاق الكومبرشن، بمعنى انه كل الفورسز اللي موجودة في هذا اللير هي كومبرشن. هل بالشرط انها تكون كومبرشن؟ لا، هذا بيعتمد على الأحمال المطبقة على القطاع. بمعنى إنه أنا في حالة من الحالات ممكن يكون النيوترال أكسس اللي هي قيمة السي مسحوبة إلى الأعلى، في هاي الحالة حيكون النصف العلوي من العمود كومبريشن والنصف السفلي من العمود تنشن. في هاي الحالة اتجاه الأسهم حيكون كما هو في الاتجاه العلوي، لكن العكس في اللايرز السفلية. هاي احنا بنسميها جنرال كيس، فقط من خلالها حنقدر نرسم الانتر اكشن دايجرام. طبعا في كل اتريشن انت بس توجد قيم الفورسز، مجموع الفورسز بيعطيني قدرة العمود على تحمل الاكسيال فورس. طيب ومحصلة الفورسز حول السنترويد لقطاع العمود بيعطيني المومنت كاباسيتي. المومنت كاباسيتي اي قدرة العمود على مقاومة العزم، وهذا طبعا الموضوع حيتوضح عندنا في مثال رقمي حتى توصل الصورة، وهذا اللي احنا سميناه مسبقا الاسترين كومباتيبلتي. طيب حكينا ايش المقصود في الاكستريم تنشن لاير، هي اخر طبقة تسليح موجودة في القطاع. الاكستريم كومبرشن طبعا في منطقة التنشن، الاكستريم كومبرشن لاير اللي هي حافة الخرسانة العلوية او اللي بتتعرض الى كومبرشن، والسترين بيكون فيها عند الفيلير 0.003، هذه قيمة ثابتة. طبعا احنا لما نيجي نفترض حديد التسليح، اي عفوا، لما نيجي نفترض السترين في حديد التسليح حنفترضه بدلالة الزد. شو يعني بالزد؟ انا بحكي لك الاريا اوف ستيل اللي في الاكستريم تنشن لاير حيساوي زد في اليلد سترين. هسه اليلد سترين هي الريفرنس فاليو تبعتي، هي طبعا قيمة ثابتة انا ممكن احسبها من خصائص الحديد. فمثلا لو افترضنا انه الزد بتساوي زيرو، شو المقصود؟ الاي اس 1 بتساوي زيرو، بمعنى انه قيمة السترين اللي موجودة في حديد التسليح اللي في الاكستريم تنشن لاير صفر. طب لما نفترض انه الزد بتساوي واحد، واحد بمعنى انه حديد التسليح الاي اس 1 موجود فيها سترين في اتجاه الكومبريشن، سترين في اتجاه الكومبريشن، بما انه يعني انا تتعرض الى كومبريشن ستريس مقداره يلد سترين. طب لما نفترض انها ماينس 2، الزد ماينس 2 بمعنى انه الحديد التسليح في منطقة في اللاير اي اس 1 تتعرض الى تنشن، هذا التنشن بيسبب سترين يساوي ضعف قيمة اليلد سترين، وهكذا. فانا حفترض قيم للزد، وهذا القيم للزد هي عبارة عن فرضية للسترين اللي موجود في الاكستريم تنشن لاير. طب بس افترض سترين، اول خطوة حنفترض زد فاليو، يعني زد فاليو يعني قيم سترين، حوجد قيم السي، قيمة السي من خلال تشابه المثلثات. بس اوجد قيمة السي، طبعا اما تشابه المثلثات او المعادلة هذه المبسطة، يعني كلاهما نفس القيمة. بعد هيك هذا عبارة عن السترين عند الطبقة، طبقة حديد التسليح اي.
شو المقصود فيها؟ انه انت حتوجد السترين عند كل طبقة تسريح حديد عن طريق القانون هذا. طبعا المتغير في هذا القانون هي الدي اي، الدي اي اللي هي دي 4 دي 3 دي 2 دي 1 حسب مكان طبقة حديد التسليح. طب مجرد ما اوجدت انت قيمة السترين في حديد التسليح، اضرب كل قيمة السترين في المدير السفلي الى اس اس دي، بيطلع عندك قيمة الستريس. هذا الرمز لقيمة الستريس. طبعا انتبه، اهم شيء انه لما توجد قيم الستريس في حديد التسليح يجب ان لا تتجاوز قيم اليلد ستريس، سواء في البوزيتيف او سواء في النيجاتيف، بمعنى ما تطلع عن هذا القيمة. لو طلعت عن هذا القيمة فانت لك ابر ليميت اللي هو اليلد ستريس، سواء في البوزيتيف سواء في النيجاتيف. فبعد ما تحسب القيمة هاي تأكد انك انت تقع ما بين القيمتين، اليلد في البوزيتيف واليلد في النيجاتيف. طبعا القيمة ايه؟ القيمة ايه هو عبارة عن الدبس للكمبرشن بلوك بتساوي البيتا في سي، بيتا 1 في سي. البيتا 1 في سي طبعا هذا جدول مأخوذ من الكود الأمريكي، بيعتمد على الاف سي برايم. بناء عليه تقدر تحسب قيمة البيتا 1. طيب بس اوجدنا قيم السترين وبعد هيك الستريس، شو بنوجد حاليا؟ بنوجد الفورسز. السي سب سي هي عبارة عن مساهمة الخرسانة، مساهمة الخرسانة في قوة العمود، هي تساوي 0.85 اف سي برايم اي في بي. اي في بي في حال انت تتعامل مع عمود مستطيل او مربع او يعني سيمتريك او يونيفورم سكشن، لكن في حال انت عندك قطاع غير منتظم فالاي بي هذا بنستبدلها في الاريا للكومبريشن زون. تمام، موضح؟ طيب وبرضه انتبه، لما تيجي تحسب قيمة ال A، بناء على قيمة ال A انت بتقدر تحدد ايش هي اللايرز اللي بيكون فيها الفورس كومبريشن او اللايرز اللي بيكون فيها الفورس تنشن. يعني بمعنى لو فرضنا ان عمق العمود هذا 80 سنتي وحسبنا قيمة ال A، ال A كانت مثلا 20 سنتي، فبسقط ال 20 سنتي وبشوف انا اللاير التي تقع ضمن نطاق ال A فهي تقع ضمن الكومبريشن ستريس، خارج نطاق ال A تقع ضمن التنشن. وهذا الموضوع مهم جدا لانه الاشارات مهمة جدا في ايجاد الكاباسيتي للعمود. زي ما تكلمنا هون، بعد ما انت توجد الفورسز في كل لاير، طبعا هذه الفورسز في حديد التسليح، وفي عندنا هون هذا السي سب سي هي الفورس اللي في الكونكريت، مجموع الفورسز الجبري، مجموع الفورسز الجبري بمعنى انه اذا كانوا كلهم كومبريشن فكلهم حيكونوا بوزيتيف، لكن لو في عندك شيء تنشن فحيكون في النيجاتيف. طبعا هون حسب ما هو موضح موجودين كلهم في اتجاه واحد، اذا القطاع العمود كله يتعرض الى كومبريشن، فمجموعهم الكلي بيعطيني البي ان. البي ان هي النومينال كاباسيتي او النومينال اكسيال كاباسيتي للعمود، يعني العمود قديش بيتحمل فورس اكسيال. طيب لو انا اخذت محصلة عزوم هذه الفورسز حول السنترويد لهذا القطاع، حول السنترويد لهذا القطاع، بيعطيني المومنت كاباسيتي. المومنت كاباسيتي يعني انا الفورس الاولى مضروبة في الارم زائد الفورس الثانية مضروبة في الارم، مثلا ماينس اللي تحت السنترويد مضروبة في الارم، فمحصلة العزوم الناتجة عن حاصل ضرب الفورس في الارم، طبعا انتبه ما فوق السنترويد اتجاهه يختلف عن ما اسفل السنترويد، مجموعها بيعطيني البي ان. طب انت اوجدت البي ان والام ان، طيب كل الاجراء اللي انت عملته حاليا هو عباره عن نقطه واحده فقط في الانتراكشن دايجرام. يعني فعليا انت مجرد ما اوجدت البي ان والام ان هتروح على الانتراكشن دايجرام وتسقط النقطه الاولى، بعدين هتروح راجع مره ثانيه وعامل اتريشن ثاني. مثلا احنا اول مره اخذنا الزد بتساوي صفر، المره الثانيه خذ الزد بتساوي واحد، وهكذا. فكل مره انت بتوجد نقاط بي ان وام ان وبتسقطها في الانتر اكشن دايجرام حتى يتشكل الانتر اكشن دايجرام بالكامل. طيب برضه طبعا في حاله من الحالات اللي بتلزمنا خلال دراسه الانتر اكشن دايجرام، اللي هو في حاله انت عندك عمود بيتعرض الى بيور اكسيال تنشن. طبعا هذا وارد، زي ما احنا ملاحظين طبعا هذا عبارة عن صورة مأخوذة من المهندس، سلايدات المهندس ياسر الليثي، عبارة عن فريم وهذا الفريم معلق في عمود مثلا حامل بلاطة أو حامل بيم أيا كان.
فهذول العمودين اللي هون بيتعرضوا إلى pure axial tension. طيب في حال أنت عندك عمود بيتعرض إلى pure axial tension، القطاع حيشرخ بالكامل، يعني حيكون full أو complete cracked section. في هاي الحالة بنهمل تأثير الخرسانة، وفي هاي الحالة قدرة العمود في تحمل التنشن إيش بتساوي؟ بتساوي الـ area of steel مضروب في الـ yield strength. في الـ yield strength يعني إحنا بنفترض إنه العمود الليمت إله في مجرد ما حصل yielding في حديد التسليح. طبعا هذه المعادلة في حال إحنا كان عندك القطاع منتظم، يعني حديد التسليح موزع بانتظام، لكن في حال كان أنت عندك القطاع unsymmetric، فعدم انتظام توزيع الحديد في القطاع حيسبب لي عزم، العزم هذا طبعا حيقلل من الكاباسيتي. لكن في حالة القطاعات المنتظمة هذه المعادلة هي عبارة عن مجموعة الاريا اوف ستيل، توتال اريا اوف ستيل مضروبة في اليلد سترينث، فبتقدر توجد كم بيقدر العمود يتحمل في حالة التنشن. طبعا احنا بنحكي لسه نومينال، نومينال بمعنى مش مضروبة في الفايل. طيب بعد ما تكلمنا ان جنرال، حاليا حناخذ مثال، وبعد هذا المثال ان شاء الله من المتوقع انه الجميع يكون عارف يعمل ديفلوبمنت ل انتر اكشن دياجرام. احنا في عندنا عمود، العمود ابعاده 40 في 40 سنتي، مسلح بطريقه منتظمه 4 في 29. طبعا في نظام المتريك ما في عندنا قطر حديد 29، وانما 25 18 16 8 10 ملي الى اخره، لكن في حالة النظام البريطاني موجود. بالنسبة للاف سي برايم 34.5 للخرسانة ميجا باسكال، برضه طبعا هي قيمة نظرية ناتجة عن تحويل الوحدات مش أكثر. بالنسبة لليلد سترينث لحديد التسليح 414 ميجا باسكال. يعني أنت في عندك عمود وانطلب منك توجد الانتراكشن دايجرام. طب بعد ما وجدنا الانتراكشن دايجرام إيش حستفيد؟ طبعا هذا الكلام هنناقشه فيما بعد، لكن بالمختصر انت اذا وجدت الانتراكشن دايجرام لهذا العمود، وقتها بتقدر تعرف اذا تعرض هذا العمود الى احتمالات كبيره جدا من الاكسيال فورسز والمومنت، هل حيكون العمود تحت تاثير هذه الفورسز سليم او غير سليم. طيب هتقدر تعرف من الانتراكشن دايجرام كم قدره هذا العمود في حاله كان معرض فقط لاكسيال فورس بدون عزم، طب في حال كان فقط يتعرض الى تنشن، طب في حال كان يتعرض هذا العمود فقط الى مومنت، كم الكاباسيتي له، كم بيستحمل، طب في حال كان بيتعرض الى اكسيال فورس او مومنت، هل حيكون امن ولا لا، ضمن يعني ديفرنت فاليوز. طب نوع السبلايس الوصله في هذا العمود، هل هي كومبريشن لاب سبلايس ولا تنشن لاب سبلايس، وهذا طبعا الكلام مهم جدا. برضه طبعا هتقدر تعرف هل هو كراكت سكشن ولا ان كراكت سكشن، ايش نوع الفيلير، هل هو كومبريشن كنترول، هل هو في نطاق الترانزيشن، هل هو في نطاق التنشن كنترول. فهذه طبعا كلها اشياء مهمه انت لازم تعرفها من الانتر اكشن دايجرام. اول شيء طبعا حنطلع مجموعه من الخصائص لهذا القطاع. الاريا جروس هي عباره عن مساحه القطاع، الاريا اوف ستيل 1 اللي هي مساحه اللاير اللي رقمها 1، طبعا 4 سياخ 29 2640 ملم مربع، وهي نفسها طبعا في حاله اللاير 2. بالنسبه للترقيم سيتم توضيحه ان شاء الله فيما بعد. بالنسبه للرو جروس اللي هي الجروس ستيل ريشيو، هو بارامتر مهم جدا، هو عباره عن نسبه حديد التسليح الى مساحه القطاع الكلي، اللي هي حديد التسليح انا في عندي 8 اسياخ 29، هاي مساحتهم 5280 تقسيم مساحه القطاع بيطلع عندي انا 0.033. طب تكلمنا من شوي على اليلد سترين لحديد التسليح، واللي هي حتكون الريفرنس فاليو واللي حضربها في قيمه زد فيما بعد. كيف ممكن احسبها؟ بتساوي اليلد سترينث على المودولس اوف الاسستي لحديد التسليح. اليلد سترينث طبعا معطاه في السؤال 414 تقسيم 200,000 ميجا باسكال، بيطلع عندي 0.00207. هذا قيمة السترين اللي احنا هنعتمده في الحل. طب أول خطوة في حسابات أو في إيجاد أو رسم الانتراكشن دياجرام، لازم نحسب كم
قدرة تحمل العمود في حال كان يتعرض إلى أكسيال فورس في السنتر، بمعنى بدون عزم. اتكلمنا فيما سبق عن البي نوت، هذا قانون البي نوت. لو طبقنا ستريت فورورد هنقدر نوجد إنه قيمة النومينال سترينجز في الأكسيال فورس 6723 كيلو نيوتن. طبعا تكلمنا احنا مسبقا ما بنقدر نستخدم البي نوت، ووضحنا الأسباب. هنضربها في الريدكشن فاكتور اللي هو الفاي 0.65. ليش 0.65؟ لأنه في حالة الأكسيال فورس نوع الفيلير كومبريشن فيلير. طيب بيطلع عندي 4370 كيلو نيوتن، هذا احنا بنسميها الديزاين سترينجز. طب كم الالوبل؟ الالوبل زي ما تكلمنا نتيجة الاكسيدنتال اكسنتريسيتي، لازم نضرب القيمة هاي في 0.8، فبيطلع عندي 3496. لاحظ كم قيمة العمود وكم الكود سمح لك انك توظفها في حالة انت تتكلم عن الاكسيال فورس. طبعا احكي لك انت في حالة عندك عمود بيتعرض الى اكسيال فورس بيور تقريبا حديد التسليح بيأخذ من الحمل من 10 إلى 35% فقط، يعني هاي معلومة جانبية، اللي هو كم نسبة نصيب حديد التسليح من قوة العمود الكلية، وفي رينج طبعا في المتوسط عادة 25%. طيب هسه لاحظ احنا وجدنا في الخطوة الأولى بي نوت وفاي بي نوت والبوينت 8 فاي بي نوت. هسه هذه وين اسقطها في الانتراكشن دايجرام؟ لاحظ هذا عبارة عن البي نوت، هذا عبارة عن البي نوت، هذا بعد ما ضربنا البي نوت بالفاي، بعد ما ضربنا البي نوت في البوينت 8. فالخط الستريت هذا خط مهم جدا. احيانا في بعض الانتراكشن دايجرام هذا الخط غير موجود، فانت لما يجي العمود عندك اسقاطه ضمن المثلث هذا الداخلي وانت ما بتكون تعرف وين نطاق الخط الستريت، فعليا العمود اللي عندك انسيف. ففي هاي الحالة لازم دائما ترسم هذا الخط، واللي اللي هو بيعطيني الماكسيموم ليميت للعمود في حال تعرضه الى اكسيال فورس. لكن في معظم الـ non-dimensional interaction diagram هنتكلم عنه فيما بعد موجود هذا الخط لازم. لكن عند تصميم أي عمود وأنت في عندك different loads combinations لازم تحسب قدرة العمود من هذه العلاقة اللي هي 0.8 في حالة التايد 5 بي نوت، حتى تتأكد إنه القيمة اللي عندك هي أعلى من البي ultimate اللي بتعرض لها العمود. طيب إذا إحنا وجدنا النقطة الأولى في الـ interaction diagram اللي هي نقطة الـ pure axial load. pure axial load بمعنى ما في عزوم. طب الخطوة رقم اثنين، حاليا هنوجد قدرة العمود لما نتكلم عن 5BN، قدرة العمود في حالة الاكسيال بلس قدرته في حالة المومنت للـ different cases، يعني عند قيم الزد المختلفة. لأنه احنا حكينا الـ interaction diagram عندنا فيه أكثر من نقطة critical، يعني لاحظ في حال ما في عندي عزم فنتكلم عن البي نوت، لكن في هذه النقطة نقطة تقاطع المنحنى مع الزيرو، فهاي بتعطيني انديكيشن ان القطاع هون يتعرض فقط الى العزم. طب في حالة القطاع اسفل الزيرو فهذه المنطقة تمثل في حال تعرض العمود الى بيور تنشن، فأنا لازم أختار مجموعة من النقاط اللي هتسهل علي رسم الـ interaction diagram. طيب Z values should covers compression tensile control strain limits and beam reinforcement. لما تختار قيم الـ Z حاول أن يكون في عندك Z في مناطق الـ compression، Z في مناطق الـ transition، و Z في مناطق الـ tension، حتى انت تقدر تكون مخطط انتراكشن دياجرام كامل. يعني مثلا انت ممكن تاخذ زد بوينت 5 وزد بوينت 6 وزد بوينت 7 عفوا زد بوينت 5 او بوينت 4 بوينت 3، لكن في الحاله انت بتعمل ويست اوف تايم فقط. ليش؟ لانه انت فقط تشتغل ضمن اريا واحده، لكن لو انت اخذت السيجنيفيكانت بوينتس اللي تكلمنا عنهم مسبقا فهتقدر ترسم الانتراكشن دياجرام بسرعه. طبعا اول نقطة هناخذها، يعني هاي نقاط مقترحة انت ممكن تدرسها في الانتراكشن دياجرام، الزد بتساوي 0.5. ايش يعني الزد بتساوي 0.5؟ بمعنى انه العمود اللي موجود عندنا يتعرض الى فورس اكسيال فورس ومومنت،
وهذا الاكسيال فورس او الكومباينيشن ما بين الاكسيال فورس والمومنت بيسبب سترين في حديد التسليح مقداره 0.5 اليلد سترين. طبعا في حالة الكومبرشن بمعنى انه حديد التسليح لما اعطي قيمة الزد بوزيتيف، هذا بتدل انه حديد التسليح بيتعرض الى، يعني كامل القطاع يتعرض الى كومبرشن، كامل القطاع يتعرض الى كومبرشن، لكن السترين اللي موجود في حديد التسليح 0.5 اليلد سترين. طبعا وين النقطة؟ هذا موجود هون في بداية الانتراكشن دايجرام، يعني هذه النقطة حتى نوضحها احنا أكثر. لو رجعنا إلى المحاضرة السابقة هون، لاحظ في عند النقطة A، عند النقطة A لاحظ إنه السترين للقطاع كامل منتظم يونيفورم. طب عند النقطة B لا، كان السترين 0.003 كونكريت وعند الحديد 0. ما بينهما اللي هو لما تكلمنا الحين على الزد بتساوي 0.5، حيكون هذا مش قيمة زيرو، في عندي قيمة، بس هاي القيمة اللي حتكون هون هي نصف اليلد سترين لحديد التسريح في حالة الكومبرشن. طبعا طيب النقطة الثانية اللي هي 0.25 كومبرشن سترين، برضو لسه القطاع هون كامل تحت الكومبرشن، لكن السترين اللي في الكومبرشن لحديد التسليح ربع قيمة اليلد سترين، الزد بتساوي زيرو. طبعا هذه قيمة مهمة جدا. لاحظ change from compression lap supplies for all longitudinal bars to tensile lap supplies، بمعنى انه ما بعد الزد بتساوي زيرو، يعني ما بعد النقطة هذا، ما بعد الليمت هذا، اللاب سبلايز طول الرباط اللي في حديد التسليح اللي في العمود بينتقل من الكومبرشن الى التنشن. يعني اي عمود، اي لود كومباينيشنز يتعرض لها العمود اللي احنا بنصممه حاليا او بنعمل له انتر اكشن دايجرام تقع فوق الزد بتساوي زيرو ضمن النقطه هذا، فاللاب سبلايز كومبرشن، اسفل النقطه هذا اللاب سبلايز في حاله التنشن. طيب في حاله الزد بتساوي ماينس نص، ماينس نص ايش بتعني؟ بتعني انه حديد التسليح هون بيتعرض الى تنسايل فورس وليس كومبرشن، لكن التنسايل فورس الناتجة عن العزم والاكسيال فورس بتساوي نصف اليلد سترين. طب الزد بتساوي واحد، الزد بتساوي واحد بمعنى انه هذا العمود بيتعرض الى اكسيال فورس وعزم مومنت. عند لحظة الفيلير الكونكريت وصل السترين فيها 0.003 اللي هي الالتيميت سترين، والحديد عند تلك اللحظة كان السترين اللي فيه يساوي ماينس اي واي، ماينس اي واي بمعنى يساوي اليلد سترين لكن في حاله النيجاتيف. طيب الزد بتساوي 2.5 مضروبه في اليلد سترين بيعطيني تقريبا 0.005 اللي هي مضروبه في القيمه اللي احنا حسبناها اللي هي 0.00207. طبعا كلنا بنعرف انه الكود ايش بيحكي لك، في حاله حديد التسليح كان السترين فيه اعلى من 0.005 فانت دخلت في حاله التنشن فيلير، يعني صار انهيار القطاع دكتايل، صار انهيار القطاع دكتايل. فلاحظ احنا كيف نتحرك خلال الانتر اكشن دايجرام وكيف بنقدر نتعرف على تفاصيل سواء اللاب سبلايز او سواء التنشن ليميت او الكومبرشن ليميت او في حاله حصول البالانس فيلير. طبعا لاحظ احنا هون اقترحنا لك مجموعه من قيم الزد اللي من خلالها طبعا انت ممكن تمشي خلال الانتر اكشن دايجرام. وطبعا تنساش انه في حاله عندك نقطه هون بتمثل البيور تنشن، وفي عندك هون نقطه بتمثل البيور مومنت، يعني عمود يتعرض فقط الى عزم. هاي برضو احنا حنوجدها، فلو وصلت ما بين هذه النقاط بيعطيني النومينال، انه من الانتراكشن دايجرام لو ضربناه بالفاي بيعطيني المنحنى الداخلي، المنحنى الداخلي. طبعا لاحظ هون في عندنا ديستربنس في المنطقة هاي، ايش السبب اللي حصل هون؟ فطبعا كلنا بنعرف احنا انه الانتراكشن دايجرام مقسم الى كومبريشن ترانزيشن وتنشن. هسه في مرحلة الترانزيشن الريدكشن فاكتور اللي هو فاي بينتقل او بينتقل من مرحلة انه بيساوي 0.65 الى مرحلة انه حيساوي 0.9، فهذا الانتقال المفاجئ بيسبب لي كسرة في الانتر اكشن دايجرام
بعد طبعا حتى ممكن تشوفها انت وتلاحظها في برامج التصميم للأعمدة زي الاس بي كولوم. طيب هذا الجدول موجود في الكود الامريكي، بيتحدث عن التنشن لاب سبلايس كلاسز في حالة العمود. ايش المقصود في هذا؟ احنا تكلمنا هون انه ما بعد الزد بتساوي زيرو، اي نقطة تقع في الانتراكشن دايجرام اسفل الزد بتساوي زيرو، فالقطاع بيتعرض الى تنشن لاب سبلايس. طيب التنشن لاب سبلايس تو كلاسز، كلاس اي وكلاس بي. طبعا الكلاس اي تنشن لاب سبلايس بتساوي الديفلوبمنت لينكث، الكلاس بي لازم تضرب انت ال دي في 1.3. طيب متى انا ممكن اعرف اني انا كلاس اي او كلاس بي؟ بحكي لك بيعتمد على التنسايل ستريس اللي في حديد التسليح. طب انت لما تشوف الجدول حتتساءل كيف انا ممكن اعرف كم قوة الشد اللي موجودة في حديد التسليح داخل هذا العمود اللي موجود في المنشأ. تقدر تعرفه من خلال الانتر اكشن دايجرام. ايش بحكي لك هون؟ اذا انت عندك قيمة التنسايل فورس اقل من 0.5 افيلد، فانت بتو كيسز اما كلاس اي او كلاس بي. لكن اذا كانت التنسايل فورس اكبر من 0.5 فانت لازم كل الحالات اللي انت تتعامل معها لازم تتبع الى الكلاس بي. بمعنى انه انا لو جينا هذا الانتر اكشن دايجرام، طبعا هذا موجود في الكود، ايش بيحكي لك؟ انه الجزء العلوي من الانتر اكشن دايجرام بيمثل كل الحالات اللي بيكون فيها العمود بحاجه الى كومبريشن لاب سبلايس. الجزء الوسطاني لما يكون الاسترس في حديد التسليح ما بين صفر الى نص قيمه اليلد، في هاي الحاله انت تنشن لاب سبلايس، لكن ممكن تكون كلاس اي وممكن تكون كلاس بي. في حال الثلث الاخير لما تكون الاسترس اللي في حديد التسليح اكبر من 0.5 اليلد سترينث، في هاي الحاله انت تنشن لاب سبلايس لكن اجباري كلاس بي زي ما احنا ملاحظين. طبعا كيف حنعرف الاسترس؟ هي نفسها من خلال السترين، هي نفسها من خلال السترين. يعني لاحظ ما القيم التي تقع ما بين الزد بتساوي 0 وما بين الزد بتساوي 0.5، هذه هي القيمة الوسطانية اللي بتمثل اما كلاس اي او كلاس بي. لكن ما بعد الزد بتساوي 0.5، يعني اي نقطة تقع اسفل الزد بتساوي ماينس 0.5، في هاي الحالة انت تنشن لاب سبلايس اجباري كلاس بي. طيب لاحظ الكلاس اي في عندك خيارين، عفوا الحالة الأولى في حالة الستريس كان أقل من 0.5 يلد سترينث. بحكي لك أنت ممكن تستخدم الكلاس A تايب، لكن بشرط إنه اللاب سبلايس للبارز ما تتم كلها في قطاع واحد. يعني لاحظ في الصورة هون قام بتوصيل كافة الدولز أو كافة البارز في نفس السكشن، يعني في نفس المكان قام بتوصيل جميع قضبان الحديد. لكن في حال قسمهن على تو سكشنز، يعني مره نصف العدد ومسافه لا تقل عن ال دي النصف الاخر، في هاي الحاله انت ممكن تستخدم كلاس اي. لكن اللي موجود في الصوره حتى لو الاسترس اللي في حديد التسليح اقل من 0.5 فانت كلاس بي، لانه قام بايصال جميع حديد التسليح في نفس اللوكيشن. طبعا هذا برضه بنقدر نعرفه من الحديد من اللي هو الاسترسز من الانتر اكشن دايجرام. طبعا لاحظ هاي منطقة الكومبريشن لاب سبلايز، فوق الزد بتساوي زيرو واسفل الزد بتساوي زيرو تنشن لاب سبلايز. طبعا حتى في برامج التصميم هو معطيك، لو انت فتحت على الاس بي كولوم هتلاحظ انه لما رسم لك الانتراكشن دايجرام وضح لك متى الاسترس في حديد التسليح بيساوي زيرو، يعني زي كأنه بنحكي الزد بتساوي زيرو، او الاسترس بيساوي نصف اليلد زي لما نتكلم زد بتساوي ماينس 0.5 وهكذا. فهو معطيك الكنترول بوينتس. في مثالنا طبعا حناخذ الزد بتساوي مره ماينس 1 ماينس 2 وماينس 4، وطبعا ما ينطبق على اي حاله فيهم ينطبق على جميع الحالات اللي انت ممكن تدرسها، وكل واحد طبعا ممكن ياخذ عدد النقاط اللي هو بيشوفها مناسب. طبعا
أول نقطة حندرسها اللي هو في حالة الزد بتساوي ماينس 1. في حالة الزد بتساوي ماينس 1 فعليا هي هذه النقطة في الانتراكشن ديجرام. احنا حسبنا النقطة الأولى وحاليا احنا حنحسب النقطة الثانية اللي احنا بنسميها طبعا بالانس فيلير. طبعا في حالة البالانس فيلير هذا نفس القطاع اللي عندنا في التفاصيل اللي فيه، بيكون السترين في حديد في الكونكريت 0.003، لكن في حديد التسليح اللي في الاكستريم لاير بيساوي قيمة اليلد بس بالماينس. لاحظ هذا في البوزيتيف وهذا في الماينس. طبعا كم القيمة احنا حسبناها مسبقا 0.00207. طبعا من خلال قيمة السي، قانون السي، بقدر اوجد قديش عمق النيوترال اكسس، النيوترال اكسس، بس اوجد النيوترال اكسس من خلال تشابه المثلثات بقدر اوجد السترين اللي في حديد الكومبريشن او من خلال العلاقه اللي موجوده هون. طبعا بعد ما اوجدنا قيم السترين سواء اللي في الحديد اللي في التنشن او اللي في الحديد اللي في الكومبريشن، لو ضربت انا قيم السترين في المودلس اوف الاستيسيتي بيعطيني قيم الستريس. لكن لاحظ هنا انه اللاير 2 اللي هي اللاير العلويه السترين اللي فيها مضروب في المودلس اوف الاستيسيتي اعطاني 406. طبعا انتبه دائما انه لازم الاسترس اللي في حديد التسليح اقل او يساوي اليلد سترينث زي ما تكلمنا مسبقا، فبما انها اقل من 414 اذا القيمه صحيحه. طب هل في داعي احسب الاسترس اللي في طبقه التنشن؟ ما في داعي، لانه انا اصلا افترضت انه زد بتساوي ماينس واحد. ماينس واحد بمعنى انها بتساوي ماينس اليلد، فبالتالي انا متاكد ان الطبقه هذه في حاله اليلد، فبالتالي بتساوي 414 ميجا باسكال. طبعا خلينا نحسب قيمة A. القيمة A بتساوي بيتا في C، البيتا تكلمنا عنها من الجدول اللي في الكود بتساوي 0.8، فهيك احنا بنكون حسبنا ال A بتساوي 160.96 مليمتر. طب عمق العمود 400 ملي، ال A 160، 160 اذا في هاي الحالة الطبقة العلوية تقع في الكمبريشن اللي هو طبقة الحديد العلوية، وطبقة الحديد السفلية تقع في التنشن. طبعا هذا اشي بديهي. بعد ما اوجدنا الستريسز حاليا بدنا نوجد الفورسز. الفورس اللي في الكونكريت بتساوي هذا القانون المتعارف عليه، بيطلع 1888 كيلو نيوتن. طبعا وبالنسبه للفورس اللي موجوده في طبقه التسليح السفليه بتساوي الستريس ضرب الاريا. الستريس ضرب الاريا طبعا بالماينس، ليش؟ لانها تنشن، الكومبريشن ماخوذ رقمه بوزيتيف. طبعا بالنسبة لحديد التسليح تكلمنا في المحاضرة السابقة انه في حال كان حديد التسليح يقع ضمن منطقة الكومبريشن يجب ازالة تأثير الخرسانة. فلاحظ الفورس اللي موجودة في طبقة التسليح اللي في الكومبريشن بتساوي الاسترس اللي حسبناه احنا اف اس 2 مطروحا منه تأثير الخرسانة مضروب الاريا اوف ستيل، بيطلع عندي 994 كيلو نيوتن. اذا فعليا انا اوجدت الفورسز اللي موجودة في القطاع بالكامل. لاحظ هذا هو القطاع، هذا عبارة عن الكونكريت فورسز، السي سب سي هي محصلة الفورس، الاف اس 2 محصلة الفورس في حديد التسليح اللي في الكومبريشن، الاف اس 1 محصلة التنشن اللي موجود في حديد التنشن. طب بعد ما وجدنا الفورسز خلال قطاع العمود، احنا تكلمنا مسبقا المجموع الجبري ل هذه الفورسز بيعطيني البي ان. البي ان يعني عند البالانس، عند البالانس فيلير كم العمود بيتحمل اكسيال فورس، مجموعهم طبعا 1789 كيلو نيوتن اللي هو عباره عن الكاباسيتي للعمود ات بالانس فيلير. طب لو اخذنا احنا الارم اللي هو بعد كل فورس عن السنترويد للقطاع، طبعا لاحظ السي سب سي لو احنا اخذنا مجموع العزوم، السي سب سي مضروبه في اكس 1 زائد الاف اس 2 مضروبه في الاكس 2، وحتى الاف اس 1 اللي هي حديد تسليح التنشن بيساهم معي برضه في العزم. لو جمعت انا العزوم هذه بالكامل بيعطيني 507. شو الدلاله؟ الدلاله انه لما عند النقطه اللي بينهار فيها العمود بالانس فيلير، في هاي الحالة العمود أو عند تلك النقطة العمود يستطيع أن يتحمل أكسيال فورس مقدارها 1789 ومومنت مقداره 507.
507. طب هذا بالنسبة للانتراكشن دايجرام الخارجي الخارجي. حاليا القيمة اللي في عند البالانس لو ضربناها بفاي حيعطيني القيمة على الانتراكشن دايجرام الداخلي. طب كم قيمة الفاي؟ الفاي دائما بنحددها تبعا للسترين اللي موجود في حديد التسليح اللي في الاكستريم تنشن فايبر. احنا اصلا ما فيش عندنا غير طبقتين حديد تسليح اللي هي في الكومبرشن وفي التنشن. طب السترين لطبقه حديد التسليح اللي في التنشن احنا اوريدي فرضناه مسبقا 0.00207، فرضناه طبعا في بدايه الحل لما فرضنا انه الزد بتساوي سالب واحد. طبعا هذا القيمه تقع ضمن نطاق الكومبرشن كنترول اللي هي الفاي بتساوي 0.65. وين موجود هاي تكلمنا عنها مسبقا في هذا الجدول. لاحظ اذا كان حديد التسليح في حاله الكومبريشن كنترول اقل او يساوي اليلد سترين اللي هي 0.002، فهي الحاله الفاي بتساوي 0.6. ما بين ال 0.002 وال 0.005 بنحسبه من العلاقه اعلى من ال 0.005 الفاي بتصير 0.9 لانه بنتحول الى التنشن كنترول. طبعا في الحالة هاي انا بقدر اوجد الفاي بي ان والفاي ام ان. اذا لاحظ كل الخطوات اللي انا حاليا اجريتها هي عبارة عن نقطة واحدة فقط في الانتراكشن دايجرام بتمثل لي النقطة زد. يعني انا هروح كم قيمة الاكسيال 1162 1162 المومنت 330 330 هتسقطني عند النقطة هاي فبروح عامل بوينت. طيب هل نقطة واحدة كافية؟ طبعا مش كافية، لازم اخذ انا ثلاث أربع نقاط أو حتى لا يقل عن 5 نقاط في الانتراكشن دايجرام حتى أستطيع بناؤه. طب حاليا خلصنا الإتريشن رقم واحد، الإتريشن رقم اثنين نفس الخطوات السابقة لكن في حالة الزد بتساوي ماينس 2. شو يعني الزد بتساوي ماينس 2؟ يعني حاليا بدي أرجع على القطاع اللي عندي وأفترض إنه السترين اللي في حديد التسليح بيساوي ضعف السترين اليلد لكن في حالة الماينس، يعني هذه القيمة حتزداد للدبل حتزداد للدبل. طبعا مجرد ما سحبت الانتر اكشن دايجرام عفوا السترين حديد التسليح الى الامام النيوترال اكسس حيرتفع الى الاعلى، النيوترال اكسس حيرتفع الى الاعلى، منطقة الكومبرشن حتقل ومساهمة الكومبرشن اريا او مساهمة الكونكريت برضه حتقل. اذا حنحسب السترين زي ما تكلمنا هي ضعف اليلد، بعدين حنحسب قيمة السي، بعدين حنحسب السترين من تشابه المثلثات في حديد الكومبريشن، بعد ما حسبنا السترين في كل العناصر لو ضربناه في المودلس في الاسيستي حيعطيني قيمه الستريس. طبعا اكيد الاف اس 1 اللي هو الطبقه السفليه حتضل في اليلد لانه اوريدي السترين زاد، فتحصيل حاصل يلد سترينث. بعدين حنحسب قيمه الاي، طبعا قيمه الاي بحدد من خلالها السي سب سي اللي هي محصلة الكونكريت، وبحدد من خلالها ايش هي الطبقات حديد التسليح التي تقع في الكومبرشن وايش هي الطبقات التي تقع في التنشن. طب بعد هيك انا هحسب الفورس اللي في الكونكريت والكاباسيتي اللي في الحديد اللي في الكومبرشن والكاباسيتي عفوا اللي في التنشن والكاباسيتي لحديد الكومبرشن نفس الخطوة السابقة مجموعهم الجبري بيعطيني البي ان. محصلة الفورسز هذا حول محصلة عزوم الفورسز حول السنتر. طبعا لاحظ انت في كل مرة لازم تحسب قيمة الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3. ايش هي الاكس 1 والاكس 2؟ تكلمنا عنه مسبقا. الاكس 1 هي المسافة من السي سب سي الى السنترويد، وسهل اني احسبها لكن بتتغير هي تبعا الى تغيير قيمة الاي، لكن حديد التسليح مكانه ثابت. حديد التسليح اللي هي الطبقة العلوية أو الطبقة السفلية من السنترويد القيمة ثابتة، فأنت لو رسمت السنتر تقدر تحسب المسافة من الطبقة العلوية إلى السنتر أو من الطبقة السفلية إلى السنتر اللي هي موجودة في مثالنا 135. ولاحظ هنا قيمة الـ A تغيرت فقيمة الـ X1 تغيرت عن المثال السابق. طب حاليا بدنا نحسب الفاي. طب الفاي حكينا حتى نحدد الفاي برجع لقيمة السترين. احنا السترين اللي في مثالنا ضعف اليلد سترين في حالة الماينس، لو ضربت في 2 بيطلع عندي ماينس 0.00414. طبعا حسب الجدول تبع الريدكشن فاكتور لازم احسبها عن طريق المعادله، فمن هنا انا بقدر احسب الفاي بي ان وفاي بي ام ان. وهذه النقطه الثانيه، النقطه الثانيه اين تقع؟ تقع ومكان زد بتساوي ماينس 2. اذا انا صار في عندي نقطتين.
طيب إيه طبعا حكينا احنا الكسرة اللي موجودة في الانتراكشن دياجرام الداخلي سببها انه احنا لاحظ في النقطة السابقة كانت عندي الـ reduction factor 0.65، في النقطة التالية 0.828، في النقطة القادمة حتكون 0.9، فالانتقال في الـ reduction أو زيادة في الـ reduction factor بيعمل الكسرة هذا في الدياجرام. طب لاحظ النقطة رقم 5 بيحكي لي احسب الـ phi bn والـ phi mn للـ tension control point. شو هي الـ tension control point؟ حسب الجدول اللي تكلمنا عنه مسبقا التنشن كنترول بوينت بيبدا لما السترين اللي في حديد التسليح يكون اكبر او يساوي 0.005، اكبر او يساوي 0.005. لو قسمنا هذا القيمه على ال 0.0207 اللي هي يلد سترين، فلازم قيمه الزد اللي انا اخذها لا تقل عن 2.4 حتى اتاكد اني انا في التنشن كنترول. طبعا في حالتنا هون احنا قررنا ناخذها 2.5 حتى اضمن اني انا في منطقة التنشن. تمام، لاحظ هنا افترضنا ان السترين 0.005، ليش؟ حتى اتاكد اني انا في التنشن كنترول ريجن، لان تكلمنا بداية لازم تاخذ نقاط في منطقة الكمبريشن، في منطقة الترانزيشن، وفي منطقة التنشن. نفس الخطوات السابقة هنعملها وهنوجد الفورسز، بعد ما نوجد الفورسز حنوجد مجموعهم الجبري المومنت، وبعد هيك الفاي، لكن الفاي في هاي الحالة 0.9 لأنه أنا في حالة التنشن كنترول. برضه لازم نعيد نفس الخطوات على زد بتساوي ماينس 4، لكن ما حنعيد لأنه حيكون ويست اوف تايم، لأنه أهم شيء تكون الفكرة واضحة. فإحنا كل مرة بنعمل إيتريشن كل مرة بنحصل نقطة في الإنتراكشن دايجرام. حاليا أنا بدي أحسب كم قدرة العمود في حال كان يتعرض إلى تنشن. في هاي الحالة طبعا تكلمنا ايش بيساوي؟ بيساوي yield strength مضروب ضرب مجموع حديد التسليح. طبعا كونه symmetric ما حيكون في عندي عزوم ناتج عن عدم انتظام توزيع حديد التسليح. طبعا القيمة الفعلية او النومينال سترينث 2186 تضربها في الريدكشن فاكتور مشان اوجد انا كم الديزاين فاليو 1967. هذه النقطة رقم 7 أين تقع في الانتراكشن دايجرام؟ هي تقع في الانترسكشن السفلي. إذا احنا أوجدنا نقطة إلى الآن نقطتين، وكانت في واحدة تقريبا هون وواحدة في تنشن كنترول، وحاليا احنا بنحكي عن في حادث كانت بيور تنشن. طيب في حال كان العمود اللي عندك بيتعرض الى بيور مومنت، يعني عمود فقط يتعرض الى عزم ما عليه اكسيال فورس. طبعا هذه النقطه وين بتفيدني في الانتراكشن دايجرام؟ بتفيدني في نقطه التقاطع، لان نقطه التقاطع الانتراكشن دايجرام مع اكسس المومنت عند هذه النقطه يوجد عزم، لكن قيمه الاكسيال فورس بتساوي زيرو. طب في هاي الحاله الكود الامريكي اوصى بالاتي، انك انت ممكن تحسب قدره العمود حتى يتحمل بيور مومنت بطريقتين، وبتاخذ اكبر الطريقتين اللي حتحسبهم. طبعا احنا نتكلم عنه في حال كان عندنا القطاع سيمتريكال، البروسيجر اللي حنذكره، لانه حيكون تصرف العمود فيها اشبه بتصرف البيم. اول طريقه انك تحسب الفلكتورال كاباسيتي لقطاع العمود، لكن تفترض انه ما في حديد الكومبريشن، بمعنى انه قطاع العمود اللي احنا بنتعامل معه افترضه كانه قطاع بيم والغي حديد الكومبريشن، وانطلب منك انك تحسب الفاي ام ان لقطاع هذا البيم. المعادله طبعا تبعت الفلكتشرال كاباسيتي سهله جدا، هي الفاي اري اوف ستيل يلد ستينكس دي ناقص اي على 2. بنحسب قيمه الاي، بعدين بنحسب قيمه السي، بعدين بنحسب قيمه السترين اللي في حديد التسليح. ليش؟ لان انا اتاكد هل حديد التسليح الرئيسي تجاوز اليلد سترين ولا اقل من اليلد سترين. في حال تجاوز اليلد سترين فحتكون قيمه الستريس اللي في حديد التسليح هي اليلد سترينث، لكن في حال كانت الاي اس اقل من اليلد سترين، اقل من ال 0.00207، في هاي الحاله قيمه السترينث لحديد التسليح المساهمه حتكون اقل، حتكون ناتجها ضرب السترين في المودل اوف الاستيسيتي. لكن لاحظ لما حسبنا قيمه السترين
أعطاني 0.005، إذا تقريبا أكثر من مرتين ونصف قيمة اليلد سترين. فبالتالي في الحالة الفايرمان بتساوي 0.9 مضروبة في الاري اوف ستيل في اليلد سترينث في الدي ماينس الاي على 2. فمن هنا نحن نوجد انه الفايرمان 288 كيلو نيوتن. طبعا اوجدنا من العلاقة هذه هي الفايرمان، لو قسمتها انت على 0.9 تقدر توجد النومينال كاباسيتي. طب هاي الكيس الاول. الكيس الثاني بيحكي لك الكود، افترض انه ما عندك كونكريت، يعني اذا تعرض العمود الى بيور مومنت، افترض انه ما في عندك كونكريت وانه المومنت هذا سيتم مقاومته فقط من خلال حديد التسليح من خلال التو لايرز، يعني كانه انا في عندي تو فورسز مضروبات في الارم وبيعمل لي كابل مومنت، يعني بمعنى انه الفورس اللي في حديد التسليح هتعمل كابل مومنت معاكس للمومنت اللي بيتعرض له العمود. في هاي الحاله المومنت كاباسيتي ايش بتساوي؟ الاريا اوف ستيل مضروب في اليلد سترينث، يعني كانك انت وجدت الفورس، الفورس ضرب البعد العمودي فيما بينهما بيعطيني الكابل مومنت. الكابل مومنت 300 تقريبا 300 ونص كيلو نيوتن في متر. فبالتالي احنا حسبنا بالكيس الاول والكيس الثاني لازم ناخذ اللارجر بينهما. اذا قدرة هذا العمود لتحمل بيور مومنت هي 300.5 كيلو نيوتن، يعني 300 كيلو نيوتن في متر. اذا هذا في حال كان عندك انت العمود يتعرض الى مومنت. اذا لاحظ درسنا ان العمود يتعرض الى اكسيال فورس، الى اكسيال فورس ومومنت، والى كيف انا اقدر اطلع قدرته في حال تعرض الى بيور مومنت او الى بيور تنشن. طبعا هيك احنا بعد ما اوجدنا معظم النقاط اللي موجوده في الانتر اكشن دايجرام، اوجدنا نقطه التقاطع، نقطه البدايه، نقطه البالانس، نقطه التنشن كنترول، نقطه البيور تنشن، ممكن في الحاله نرسمه. طبعا لو انت فتحت على برنامج الاس بي كولوم وعملت نمذجه لهذا العمود، هتلاقي انه قيم اللي اوجدها البرنامج مقاربه جدا للقيم اللي احنا حسبناها. يعني لاحظ هنا ايش معطيني، هو معطيني قيمه ال اللوبل كومبريشن في حالة العمود كان يتعرض فقط إلى أكسيال لود هو 3496، 3496. لاحظوا إحنا كم وجدنا 3496، فهي قيم متطابقة تماما. طيب لو قارنا برضو القيم الأخرى، يعني لاحظوا هون في حالة البالانس أعطاني إنه بيقدر يشيل القطاع 1149 وعزم 330. أنا هون عملت ملخص للي حسبناه مسبقا. في حالة البالانس اللي هي زد بتساوي ماينس واحد، لاحظ القطاع بيقدر يشيل 1162 و330. إذا قيمة العزم بحسب البرنامج متشابهة وفي فرق بسيط فقط عن قيمة الأكسيال فورس. لاحظ في حالة التنشن كنترول، التنشن كنترول اللي هي زد بتساوي ماينس 2.5، لاحظ 721 378، 721 هناك، إذا في فرق تقريبا 10 كيلو نيوتن فقط، و378 وهنا 378، إذا قيمة العزم متطابقة. ولاحظ هنا أعطاني إنه قيمة القطاع أو قدرة تحمل القطاع في حالة التنشن 1967، إحنا حسبناها برضو 1967. إذا هذا طبعا أنت ممكن تتأكد من خلال هذا المثال من البرنامج اللي تتعامل معه إذا بيحسب صح أو في خلاف. طبعا أنا لخصت في الجدول هذا الفورسز اللي بتنتج أو اختلاف قدرة تحمل العمود مع تغير قيم السترين في حديد التسليح. يعني لاحظ كل ما زاد السترين في حديد التسليح في التنشن، زي ما تكلمنا النيوترال أكسس بيرتفع نحو الأعلى، مساهمة الخرسانة بتقل. لاحظ مساهمة حديد التسليح اللي في التنشن ثابتة لها قطاع العمود خلال تغيير قيمة السترين. لاحظ هون انخفاض مساهمة حديد الكومبريشن مع زيادة السترين اللي في حديد التسليح، طبعا هذه نتيجة منطقية جدا. وطبعا هون في ملاحظة ثانية، لاحظ انه النومينال سترينث، النومينال سترينث في الحالة الوسطى كانت 446، كانت 507 في البداية، بعدين زدنا السترين 446، زدنا السترين 420، لكن
في قيمة الديزاين فاليو ال 420 أصبح 378، ال 446 أصبح 369. إذا لاحظ بالرغم أنه كانت قيمة النومينال كانت أقل من الحالة الوسطى، لكن لما ضربناها في فاي صارت أعلى. ليش؟ لأنه إحنا في هاي المرحلة انتقلنا من مرحلة الترانزيشن إلى مرحلة التنشن، فالريدكشن فاكتور اللي كنت أنا بضرب فيه زاد. فهي مجموعة فقط من observation، وإن شاء الله حنتكلم عن مجموع المساهمات سواء ما بين الكونكريت والخرسانة وما بين الحديد التسليح اللي في الكومبريشن وما بين حديد التسليح اللي في التنشن إن شاء الله فيما بعد. وطبعا هذا الرسم اللي أنت ممكن تحصل عليه من الـ SP column، وحيكون تقريبا متطابق، وزي ما احنا ملاحظين إنه البرنامج حتى موضح لك نقاط الـ control points اللي هو متى بيكون الستريس بيساوي زيرو في حديد التسليح، متى بيساوي نص، وانت من خلالها ممكن تعرف كومبريشن لاب سبلاي تنشن لاب سبلاي كراك سكشن كراك ان كراك سكشن الى اخره. اخر شيء هنتكلم فيه لمحاضره اليوم، انت في حال عندك كان عمود بيتعرض لمومنت مع تنشن مش مومنت مع كومبريشن، طبعا هي حاله غير شائعه ابدا لكن ممكن يتعرض لها، يعني سبحان الله. الشيء اللي انا بدي اوضحه فقط انه انت في حال كان عندك التنشن بيور بمعنى ما في عزم، حتكون النقطة متقاطعة مع الواي اكسس، لكن بمجرد صار في عندي عزوم على القطاع حتبلش النقطة تتراجع، بمعنى انه الاكسيال تنشن كاباسيتي للعمود حتبدا تقل، حتبدا تقل. طبعا في هالحالة انت كيف ممكن تدرس القطاع؟ الموضوع ان شاء الله بسيط. لاحظ في حال كان عندك القطاع انت هذا مثلا بدك توجد له البيور اكسيال تنشن، الاريا اوف ستيل ضرب اليلد سترينث مجموعهم حتوجد انت الاكسيال تنشن. طب في حال كان في عندك انت عزم، والعزم هذا طبعا له اكسنتريسيتي، انت بمجرد ما عندك قطاع يتعرض الى اكسيال تنشن ومومنت، ممكن تستبدل بايكوفالنت سيستم مكون من اكسيال تنشن بلس اكسنتريسيتي. في هاي الحالة انت في عندك الفورس اكسنتريسيتي التنشن اللي في حديد التسليح، وفي عندك كومبريشن في الاتجاه الاخر، كومبريشن في الاتجاه الاخر. طبعا الكومبريشن في عندك انت كومبريشن في الكونكريت وكومبريشن في حديد التسليح. زي ما اتكلمنا من شوي احنا في الانتر اكشن دايجرام، لازم نوجد السترين، بعد ما نوجد السترين حنوجد الستريس، بعد ما نوجد الستريس حنوجد الفورسز، مجموع الفورسز بيعطيني قيمة البي ان الجبري طبعا، ومجموع محصلة العزوم حول السنتر حيعطيني قيمة الام ان في هاي الحالة. طبعا اسقاط البي ان والام ان الحالة احنا بنتكلم عنها في الانتراكشن دايجرام في مكان النقطة A، لاحظ انها تراجعت الى الخلف، فبالتالي قلت قدرة العمود في الاكسيال تنشن. لكن هون طبعا بدك تنتبه، الخطوة الصعبة انك تقدر تعرف ان الكومبريشن اللي في الكومبريشن ستيل هل حيكون في حالة اليلدد ولا حيكون نون يلدد ستيل، فبدك تعمل شوية معادلات حتى توجد السترين، ومن خلال السترين تقدر تحكم، لكن باقي الخطوات نفس الشيء. إن شاء الله تكون المحاضرة مفيدة، ونعتذر على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.